اهلا بيكم في حلقه جديده من مطبخ نهال. النهارده هنعمل مع بعض وصفات كتير حلوه وجديده. اول وصفه هنعملها مع بعض النهارده هو برياني الفراخ. يلا بينا نعرف مقادير الوصفه بتاعتنا. هحتاج فرخه كامله تكون متقطعه 8 قطع، 2 معلقه سمنه يكونوا سايحين او هنسيحهم في الحله، معلقه زيت نباتي، بصل ابيض مفروم، 2 طماطم مكعبات صغيره، حبه بطاطس كبيره مكعبات صغيره، فلفل اخضر حار ترانشات، 3 معالق بهارات برياني كبار ودول بيكونوا موجودين في السوبر ماركت، معلقه ثوم مهروس، معلقه زنجبيل مهروس، ربع كوب زبادي، 2 كوب رز بسمتي، معلقه بهارات فراخ ومعلقه فلفل اسود، معلقه كاري صغيره، وهنحتاج 2 ورقه لورا، 2 حبهان، ربع معلقة من الشطة، مكعب مرقة، وده هيكون اختياري. طبعا البرياني من الحاجات اللي لازم تكون سبايسي شوية وحراقة، فيلا بينا نعرف هنعمله ازاي بطريقة سهلة وسريعة جدا مش هياخد معانا وقت خالص. اول حاجة هنعملها هنحط الحلة بتاعتنا على النار وهنضيف فيها السمنة والزيت. طبعا في طريقة تانية ناس كتير بتعملها للبرياني، ان هي بتسلق الفراخ الاول وبتاخد المرقة بتاعتها وتعمل بيها الرز. لا، احنا عايزين نسوي الفراخ مع الرز عشان تاخد الطعم كامل من البهارات اللي هنحطها للرز، وفي نفس الوقت هيكون عندنا يا مرقة فراخ متدوبة في مية سخنة، يا اما هنجيب لو عندنا في البيت مثلا موجود شوربة فراخ شايلينها في الفريزر او حاجة نقدر نستخدمها، هتخلي الطعم احلى. اول حاجة هنضيفها السمنة، لو مش بنحب نضيف السمنة في الأكل ممكن نستعمل الزبدة. هضيف معلقة من زيت الزيتون، هضيف ورق اللورة والحبهان ومكعب المرقة، دلوقتي هنضيف البصل الأبيض، هنضيف معاه الثوم المفروم والزنجبيل المفروم. الزنجبيل برضو هيدي طعم حلو كده وحرش، وكمان هيخليه برضو هيخلي الرز بتاعنا سبايسي، بيدي مزازة حلوة كمان قوي. والفلفل الأخضر الحامي، ممكن كمان نستعمل الفلفل الأحمر الحامي، بيبقى صغير خالص كده بيبقى مشطشط، بقى ده لو الناس عايزه تاكل اكل سبايسي قوي ممكن يجيبوه. ناخد بقى الفراخ كده نحطها ايه اللحم كده لتحت، دي مقطعينها على 8 عشان تستوي معانا بسرعه وما تاخدش حيز كبير من الحله، ودايما نخلي بالنا ان احنا الفراخ بتاعتنا تكون واحنا حاطينها في الحله تكون على قد سطح الحله من تحت، ما نبقاش حاطين الفراخ طبقتين. وعلى فكره اصلا كل ما حجم الفراخ صغر كل ما طعمها بقى احلى، لما بالذات لانها بتبقاش متبله، فكل ما حجمها صغر قدرنا ان احنا نوصل البهار او المقادير اللي احنا حطيناها للفرخة، لكن لو حجم الفرخة كبير هيبقى محتاج انه يتبل عشان التتبيلة توصل للحم، فكده هيكون افضل. يا تشويحة بقى كده، بصوا لو تلاحظوا هتلاقوا ان انا الفرخة بتاعتي قد سطح الحلة من تحت، يعني القعر ده بتاع الحلة قده بالظبط، عشان لسه كمان هضيف الرز، والرز البسمتي بيتضاعف حجمه جدا، فيبقى اسيب مساحه في الحله ان الرز بتاعي يستوي كويس. لكن لو الفراخ بقت، لو جبنا مثلا حله اصغر وحطينا فيها كميه الفراخ دي هحس ان الوصفه مكبوته او السوى بتاعها مش هيبقى مظبوط، عشان كمان الفراخ تبقى ماسكه نفسها وما تتهريش مني في مع الرز. دلوقتي بقى ايه، نضيف الطماطم، نقطعها قطع صغيره
ونضيف البطاطس. البطاطس بتاعتنا فيها مية علشان طبعا البطاطس من الحاجات اللي بتسود جامد لو سبناها مقشرينها ومقطعينها من غير ما تكون في مية، فاحنا حطيناها في مية عشان يفضل لونها ابيض وتحتفظ بفوائدها. نقلب كده بقى الطماطم والبطاطس والفريخ مع بعض. هنضيف الزبادي، الزبادي هيضيف نكهة حلوة قوي للرز بتاعنا. نقلبها كده وهيخلي الفراخ بتاعتي جوسي وطرية جدا وتستوي بسرعة. دلوقتي بقى هنضيف بهارات البرياني، ودي يا جماعة هتلاقوها في كل السوبر ماركت، موجودة انواع كتير جدا بتتباع منها. مش محتاجة انا لون لان بهارات البرياني بتاعتي لونها غامق، لو فاتحة هحتاج ان انا، ولسه كمان هحط كاري برضو هيلون، لو فاتحة هحتاج ممكن نجيب بقى لون لون طعام ونعمل بقى ايه، نمكس اللون بتاعنا نخليه لونين، مثلا نجيب لون الاورنج مثلا ونخليه مع اللون الفاتح اللي هيبقى بتاع الرز، لكن انا عندي البهارات غامقة فمش محتاج ان انا اعمل كده خالص. هتنزيف الكاري دي بهارات الفراخ. دلوقتي هنضيف الفلفل الاسود والشطه. الناس بقى اللي ما بتحبش السبايسي تمتنع خالص، حطينا فلفل حامي وحطينا شطه. وهنضيف الملح معلقه كبيره لان احنا حاطين اصلا مكعب مرقه، كمان الشوربه بتاعتي فيها ملح. شايفين اللون ده بقى كله هيلون معايا ايه الرز بتاعي. دلوقتي بقى هنضيف الميه بتاعت الرز او المرقه. بصوا اللون، شايفين اللون عامل ازاي؟ تحفه. مش محتاج خالص ان انا اجيب لون طعام كده، انا لونت الرز بتاعي بالبهارات بحاجه صحيه وما فيهاش الوان خالص، بالكاري بقى والبهارات البرياني، عشان بهارات البرياني فيها جرام مسالا وفيها كركم وفيها بابريكا، فيها حاجات كتير قوي تديني لون حلو. كده محتاجين بقى ان احنا نغطي على الفراخ بتاعتنا كده ونسيبها، اول ما تغلي هنضيف الرز بتاعنا على طول. شفتوا اكله سهله ازاي؟ ما خدتش مننا وقت خالص، مكوناتها بسيطه، تحضيراتها بسيطه، شويه توابل، لو عندنا شوربه عندنا، ما عندناش هنعمل الشوربه بتاعتنا بمكعبين من مرقه وشويه ميه سخنه. كل اللي احنا بنقطعها لها بننظف الفرخه بتاعتنا كويس، بنقطع طماطمايه، بنقطع بطاطسايه صغيره، قطع صغيره، بنقطع فلفل اخضر. الموضوع سهل وبسيط جدا وسريع، بس طعمه حلو جدا وهيعجبكم جدا. كده ايه الميه بتاعتي غليت، ابتدي اضيف الرز. طبعا الرز بنكون غسلينه ونقعينه. يا جماعه ما تكتروش الميه للرز البسمتي، كل الناس فاهمه ان لازم نحط ضعف معيار الرز البسمتي ميه هيعجن. خليني اقول لكم ان كل معظم الانواع اللي في السوق دلوقتي خلينا نحط مره ونص كفايه ميه، بلاش نحط كتير، هنلاقي الرز بتاعنا بقى ملزق. ومن الحاجات اللي بتخلي الرز بتاعنا حلو الرز البسمتي بالذات انه لازم يبقى مفلفل واحده بوحدتها، ما ينفعش ان هو ياخد ميه اكتر من حقه. كده هنسيب بقى الرز بتاعنا هيغلي، اول ما يغلي كده ونشرب الميه بتاعته ونوطي عليه النار ونسيبه يستوي، هياخد معانا تقريبا نص ساعه، هيبقى الفراخ بتاعتي مستويه حلو والرز بتاعي مستوي حلو ومفلفل وطعمه جميل. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نعمل مع بعض المظبي.
ورجعنا بعد الفاصل نكمل مع بعض بقية وصفاتنا. دلوقتي هنعمل معانا وصفة اسمها المظبي او اسمها اللغوي المظبي، وهي اكلة بتكون موجودة في دول الخليج خاصة في اليمن والسعودية. يلا بينا نعرف طريقة المظبي. اول حاجة هيبقى عندنا فرخة مقسومة على نصين بالجلد. هحتاج عشان اتبل الفرخة بتاعتي معلقة من الملح، معلقة من بهارات الفراخ، معلقة من فلفل اسود، معلقة من زنجبيل البودر، وثلاث معالق من زيت الزيتون. واحتاج للرز بتاعي شوربة الفراخ او المرقة بتاعت الفراخ، ثلاث اكواب من الرز المغسول المنقوع كويس، عود من القرفة الصحيح، ثلاث ورقات من اللورة، ثلاثة حبهان واثنين ليمون مجفف. هحتاج كمان معلقة من الثوم المفروم تكون صغيرة، وهحتاج بصلة كبيرة تكون قطع صغيرة خالص. يلا بينا نبتدي مع بعض وصفتنا. الرز بتاع المظبي هيعتمد على البهارات الصحيحة، يعني التست بتاعه او المذاق بتاعه هيكون من البهارات الصحيحة. احنا مش هنضيف له اي بهارات تانية، هيعتمد على البصل والثوم والبهارات بتاعتي الصحيحة اللي قدامنا دي. بالنسبة للفراخ انا هتبلها بالزنجبيل الباودر وبالفلفل الاسود وبهارات الفراخ وزيت الزيتون، وكمان هديها عصير ليمونتين. هدخلها الفرن تتشوي. هي المظبي بنسوي الفراخ لوحدها وبنسوي الرز لوحده. الرز برضو بنحتاج له زي ما عملنا في البرياني كده، بنحتاج له شوربة الفراخ، لازم يتعمل بشوربة فراخ، ما ينفعش نعمله بالمية، دي حاجة مهمة جدا. يلا بينا نبتدي مع بعض وصفتنا. اول حاجة هنتبل الفراخ بتاعتنا وهندخلها الفرن. المفروض ان الفراخ بتاعتنا الصحيح للمظبي ان احنا نسيبها تقعد في التتبيلة بتاعتها من ساعتين لثلاث ساعات في التلاجة عشان طعمها يوصل له الزنجبيل البودر ونوصل للمذاق اللي احنا عايزينه. اول حاجة هنعملها هنجيب بولة نحط فيها التوابل بتاعة الفرخ. هحتاج هنا بهارات الفراخ، الفلفل الاسود، الزنجبيل البودر، العصير ليمون، والملح، معلقة كبيرة، وكمان هنجيب بقى زيت الزيتون. نجيب مضرب كده ثلاث معالق كبار من زيت الزيتون. ندوب بقى التتبيلة بتاعتنا دي، تدي طعم حلو قوي للفراخ التتبيله دي يا جماعه، يعني جربوها الوصفه هتعجبكم جدا. بصوا اهي كده، والفراخ دي لازم تخش الفرن تستوي وهي مكشوفه تتشوي، يعني احنا مش عايزينها خالص تكون مسلوقه او متسويه عليها فويل او ورق زبده، لا احنا عايزينها تتشوي تبقى مشويه. نجيب الصينيه اللي هنحط عليها الفراخ تتشوي في الفرن كده قدامنا. خلاص حضرنا التتبيله بتاعتنا. دلوقتي بقى ايه، نجيب الصينيه كده وناخد الفراخ. طبعا الفراخ نكون جايبينها وغسلينها كويس جدا ومنضفينها من جوه كده خالص. نحط الفراخ كده، هنجيب بقى ايه التتبيله بتاعتنا كده. طبعا زيت الزيتون هيخلي الفراخ بتاعتنا تاخد لون حلو قوي من الوش كده، هتديها كمان طعم حلو. بهارات الفراخ بقى كمان هتدي طعم حلو قوي للفراخ ولون حلو. نغطي بس الفراخ حلو قوي بالتتبيلة. كده.
هنسيب بقى الفراخ بتاعتنا دلوقتي هندخلها الفرن. الفراخ يا جماعه بتاعتنا عشان تقعد في الفرن وتتشوي حلو وتاخد لون حلو تقريبا هتقعد ساعه لربع ساعه، لان هي مش متغطيه فهتاخد وقت في السوا. تعالوا ندخلها الفرن وبعد كده نبتدي نعمل مع بعض الرز بتاعها. تعالوا بقى دلوقتي نعمل الرز. خلي سخنة، نغطي النار شوية كده. نجيب معلقة، هنجيب زيت الزيتون اهو، نحط زيت الزيتون اهو، ونجيب بقى البصل نشوح، نضيف معلقة الثوم المهروس، نقلب كده، بعدين بقى نحط البهارات الصحيحة، الليمون المجفف والحبهان والقرفة ورق اللورة، هيخلوا نكهة الرز بتاعتي حلو جدا. الرز بتاعي اهو، انا عايزه البصل يدبل، والتشويحه دي في الزيت الزيتون كده هتخلي كل البهارات الصحيه دي تطلع الطعم بتاعها. ليمون او اللومي اللي هو ليمون مجفف او اللومي ده من الحاجات اللي بتدي طعم حلو قوي للاكل. في كمان منه يا جماعه الباودر ده رائع رائع، بيضيع كمان لو احنا بنعمل مثلا فراخ او حاجه، لو حطينا من الليمون الباودر، ليمون مجفف الباودر شويه صغيرين، هيضيع لنا اي زفاره موجوده في اي فراخ، يعني مش هتحسوا بزفاره ابدا. هجيب بقى انا عندي 3 كوبايات رز، هحط 4 كوبايات شوربه او 4.5 تقريبا. دايما ما بحبش احط كميه المرقه بتاعتي او الشوربه كلها او الميه، علشان خاطر يعني بسيب شويه كده على جنب احتياطي، يعني لو الرز بتاعي تمام خد كميه الميه دي وبقى تمام تمام، لو احتاج هديله شويه صغيرين موجودين عندي، بس برضو واحده واحده كده. هسيبها كده تغلي، نضيف بقى الملح، اهو دي التقليبة، خليه يغلي. يعني خلي بالنا على فكرة، يعني يعتبر معظم الاكلات العربية، البرياني، الكبسة، المندي، المازبي، الاكلات دي كلها شوية الستبس بتاعتها او خطواتها شبه بعض، مكوناتها قريبة من بعض كتير، بس باختلاف الطريقة. فكل بلد يعني نوعت، عملت اكلة خاصة بيها، زودت لها بهار جديد، عملتها بطريقة مختلفة، بس في الاخر هنلاقي نفسنا ان احنا الاكل كله يا جماعة سهل جدا، مفهوش اي حاجة، خطواته بسيطة، كل الفكرة ان احنا بس نعرف ده محتاج ايه وبيتعمل ازاي، الموضوع بعد كده بيبقى سهل جدا وبسيط. بصوا، اول ما المية بتاعتي تبتدي او الشوربة بتاعتي تبتدي تغلي، قلنا لازم شوربة مش مية، تعالوا بقى ايه الرز. هنسيبه برضو على النار، اول ما المية بتاعته او الشوربة بتاعته هتغلي هنوطي عليه النار زي ما عملنا مع البرياني، وهنسيبه برضو يستوي. الرز هياخد تقريبا على النار تلت ساعة، والفراخ بتاعتي هتاخد ساعة الا ربع في الفرن. يلا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض بقية وصفاتنا النار. ورجعنا بعد الفاصل نكمل مع بعض بقية وصفاتنا. دلوقتي هنعمل مع بعض
وصفة كل الناس بتحبها جدا وليها طريقتين، ليها طريقة ليبية وليها طريقة بدوية. هنعمل مع بعض دلوقتي المبكبكة البدوية. يلا نعرف مع بعض مقاديرها. هحتاج 400 جرام من المكرونة العقل الصغيرة خالص، هحتاج 500 جرام من اللحم المسلوق او يعني يكون موجود عندنا بقى شاويين واي حاجة قطع لحم مكعبات، هحتاج 2 من الفلفل الاخضر الحار، هحتاج كوباية كبيرة من الصلصة البيوريه، هحتاج 2 فص من الثوم المهروس، نص معلقة من جوزة الطيب، معلقة من الشطة، 2 مكعب مرقة، معلقة كبيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، احتاج 1/2 معلقة من الملح، واحتاج معلقة كبيرة من الكاري، وده سر المبكبكة. يلا بينا نبتدي مع بعض وصفتنا. اول حاجة هنحتاجها ان احنا هنحط حلة على النار ويكون فيها مية بتغلي بالمنظر ده عشان تسرع معانا الخطوات. اول حاجة بنضيفها في الحلة بنحط مع بعض المرقة، وهنحط البهارات بتاعتنا، الشطة، وطبعا هي اختياري بس المبكبكة لازم تبقى سبايسي، جوزة الطيب والملح، هنحط 1/2 معلقة علشان انا عندي مكعبين من المرقة هيخلوها ملحة، وهحط الثوم المفروم، الكاري يا جماعة، والكاري من بهار اساسي جدا في المبكبكة، بيديها التست الحلو اللي احنا بناكله بره اهو، كزبرة الناشفة معلقة كبيرة، والفلفل الاسود، والاثنين قرن الفلفل الاخضر كاملين هنحطهم زي ما هما، وهنحط 2 معلقة كبار من الزيت. حطينا كل المكونات بتاعتنا على بعض اهي زي ما انتم شايفين. دلوقتي هناخد اللحمه وهنضيفها ليهم. اللحمه انا مسويها ازاي؟ اللحمه بتاعتي مكعبات، انا مش بحب اسلقها، بحب اجيبها عشان يبقى ليها نكهه حلوه ويبقى طعمها حلو ومسويه كويس. بجيبها احطها في حله، وبعد كده بحط عليها معلقه من الزيت او معلقه من الزبده، وبعد كده اضيف لها بهارات لحمه، فلفل اسود وجوزة الطيب وقرفه ناعمه، واحط لها شويه ميه صغيرين مثلا اعلى من اللحمه مثلا بمقدار عقله مثلا، واسيبها على نار هاديه خالص لغايه ما اللحمه بتاعتي تستوي. هتبقى باللون اللي انتوا شفتوه قبل ما انا احط اللحمه، هيبقى اللحمه ليها طعم كده ومستويه ودايبه معايا احلى من الطعم المسلوق بكتير. بعد كده بحطها في المية بتاعة المبكبكة وابتدي اعمل المبكبكة بتاعتي. حطينا بقى اللحمة كده مع البهارات ومع الفلفل الاخضر ومع الثوم. تعالوا نغطي الحلة علشان تغلي. المبكبكة يا جماعة اكلات السريعة جدا، بس أكلة حرشة كده وطعمها حلو وما بتاخدش معانا وقت خالص، وناس كلها بتحبها وبتروح الأماكن البدوية بقت موجودة دلوقتي كتير علشان ياكلوا المبكبكة. ممكن نعملها باللحم الشمبري، ممكن نعملها باللحم الضاني، والأفضل كمان إن احنا نعملها بشوربة اللحمة بتاعتنا. يعني لو هنعملها شمبري فناخد الشوربة بتاعت اللحمة بتاعتنا اللي طلعت من الطريقة اللي أنا سويت بيها، أزود شوية مية كمان هيطلع لي زي شوربة لي هستخدمها زودها ميه. او الضاني طبعا مش هينفع نعملها بطريقه الشمبري اللي انا قلت لكم عليها، الضاني من الحاجات اللي بتاخد وقت في السوى فلازم نعملها ان احنا نسلقها. هناخد شوربه الضاني ونحطها نعمل بيها المبكبكه بتاعتنا، هتخلي المبكبكه بتاعتنا اغنى وطعمها باين قوي في الضاني او اللحم الشمبري. تعالوا كده نشوف البرياني بتاعنا وصل لايه. بصوا شايفين شكله، الفراخ بتاعتي استوت واضح جدا، والرز خلاص استوى، المكعبات بتاعتي، الطماطم، بجد هتعجبكم قوي، جربوها تدوي. وهنا عندي كمان الرز بتاع المصبي، بصوا اهو يا جماعه
اول ما تلاقوا الرز من فوق بقى فيه زي كان بيبي صغنن كده جاب صوابعه وقعد يحطها في الرز من فوق، اعرفوا ان الرز ده ميته مظبوطه ومستوي صح. هنسيب الرز بتاعنا لغايه ما يستوي خالص، وبعد كده هنجيب له بقى لون علشان نخلي شكله حلو كده. هنجيب بقى لون بقى اورنج او لون احمر او لون اصفر، اللون اللي احنا بنحبه، وهنحط شويه صغيرين ونلون ايه الرز بتاعنا يبقى ميكس ما بين الابيض مثلا والاحمر، يبقى شكل الاكله بتاعتي مبهج. تعالوا بقى ايه نشوف الميه كده بتاعت المبكبكه. ايوه هي بتغلي. عارفين بقى الفكره في ايه؟ الفكره ان انا هحط الصلصه في الاخر خالص، مش هحط الصلصه دلوقتي. هحط المكرونه بتاعتي دلوقتي كده، واول ما احس كده ان المكرونه غليت كام غلوه كده مع اللحمه والشوربه والبهارات دي، هروح ضايفه على طول الصلصه بتاعتي، اسيبها بقى تتبكبك كده في الصلصه. نضيف دلوقتي بقى الصلصه، حاولين بقى انا حاطه كوبايه كبيره من الصلصه البيوريه، ممكن اللي عايز يزود، في ناس بتحب المكرونه تبقى حمراء قوي كده يزود، سواء كوبايه هيبقى كويس جدا. اهي كده نقلبها تقليبه. البكبكه دي نحط لها الفلفل الاخضر الحامي ده كده، هنسيبها بقى خالص لغايه ما المكرونه بتاعتنا تستوي وتشرب الصلصه كلها ويبقى فيها شويه صوص كده حلوين بقى، ونبتدي ايه نغرفها مع بعض وناكلها. يلا بينا بقى دلوقتي نطلع فاصل ونرجع نعمل مع بعض وصفات حلوه وسريعه. ورجعنا بعد الفاصل نكمل مع بعض بقيه وصفات. يلا دلوقتي قبل ما نقول الوصفات اللي هنعملها مع بعض، تعالوا نحط البرياني بتاعنا وكمان الموزبي. الموزبي علشان يبقى طعمه مظبوط هحتاج ان انا اجيب فحمه، بقى مولعين فحمه كده جنبنا على النار، اجيب حته فويل كده للاثنين بقى، انا هحتاج الفويل كمان معايا. اول حاجه للرز هعمل الحركه دي للاثنين، للرز بتاع الموزبي والكمان. بس هنعمل كده ايه حفره كده في الرز هنا كده، نجيب الفحمه بتاعتي اهي كده هنا، واحط عليها كده شويه من الزيت كده كده كده، ونغطي بقى ايه سيبها تاخد نكهه الفحم. وكمان هنعمل الحركه دي في الفراخ بتاعتنا. ايه دي الفراخ بتاعتنا، بصوا لونها بقى عامل ازاي، برضو هنعمل لها نفس الحركه. هناخد الفويل نحطه كده في النص ما بين الفراخ، نجيب الفحم اهو، نجيب الزيت هحط كده، وبعدين هجيب بقى حته الفويل كده بسرعه. هغطيها كده واسيبها ايه تاخد طعم الفحم. دلوقتي هنحط بقى الرز بتاعنا بتاع البرياني. النهارده بقى يوم الصواني، اول بقى صينيه هنعملها مع بعض كده هي صينيه البرياني. تعالى ناخد الحله بتاعه البرياني، هناخدها هنا كده صينية كده. بص شكله يا جماعه عامل ازاي، بصوا بص الرز بتاعي مفلفل ازاي، شايفين؟ عشان كده بقول لكم ما تزودوش كميه الميه. طبعا الفراخ بقى وهي مستويه مع الرز بيبقى طعمها احلى بكتير من لما بنسلقها. اهو كده
بقى ناخد حاجة خضرة كده، بقدونس كده مفروم، ممكن بقى نحط ايه، لوز وزبيب، اي مكسرات احنا بنحبها ممكن نحطها على الوش كده. نبقى خلصنا البرياني، تعالوا بقى نشوف مع بعض الرز بتاع المزبي كده. خلاص الفحمة بتاعتي خدنا منها المفعول اللي احنا عايزينه. انا بقى جايبة لون احمر اللي هو لون شروق الشمس، هحط منه بسيط جدا، بسيط قوي كده بس كده، هسيبه كده ثواني وبعدين اقلبه. اجيب الصينية بتاعت المزبي، عندي برضو المكبكة خلاص خلصت، طفي عليها. كده نقلبه تقليبة. بصوا بقى اللونين مع بعض، انا ما زودتش اللون عشان اللون قوي بس اداني شكل حلو للرز اهو. بصوا ما نزودش بقى اللون ده عشان اللون ده قوي جدا، بس كسر لي اللون وديله هيديله كمان شكل حلو. تعالوا بقى نجيبه هو كمان، نحط بقى المصبي مع بعض اهو، ريحته خطيره، ريحته حلوه قوي. بصوا اللونين مع بعض حلوين قوي ازاي، كمان الطعم هيعجبكم جدا. الرز كمان مفلفل مظبوط اهو كده. الفراخ بتاعتنا برضو خلاص اخدت الطعم بتاع الفحم، نجيبها كده نحطها على الوش. بالمنظر ده كده ودلوقتي انا عامله له بصل مكرمل، هو بيتحط له بصل مكرمل كده بالمنظر ده كده. طبعا الناس اللي ما بتحبش البصل تمتنع عن الخطوة دي خالص، مش مشكلة كده. المظبي جاهز، تعالوا بقى ايه نحط المبكبكة. نجيب بقى القصعة بتاعت المبكبكة، خلي بالنا بقى المبكبكة بتبقى سخنة قوي. بصوا هي بقى لازم يكون فيها الصوص ده، شايفين شكلها، هي لازم تبقى غرقانه كده في الصلصه. بصوا اتسبكت ازاي بكوبايه الصلصه بتاعتي، اديتها اللون المظبوط. تعالوا بقى ايه نحط المبكبكه. بصوا يا جماعه بصوا شكلها، بصوا اصلا المنظر، يعني دي من الحاجات اللي انا ضعيفه قدامها جدا. خلاص كده قدمنا كل الوصفات اللي عملناها مع بعض، نشيل الفحم. تعالوا بقى ايه نحط الطاسة بتاعتنا عشان تجهز للوصفة اللي جاية. بص بقى هنعمل دلوقتي وصفتين، الوصفتين انا واحدة منهم مقبلات كده لطيفة جدا، والتانية كمان تنفع لفطار لعشاء، لذيذة وسهلة وحاجة كرياتيف كده بسيطة. تعالوا نقول اول حاجة هنعملها مع بعض، توست البيض بالخضار مع الجبنة. هحتاج 4 من التوست الطري، 3 بيضة مخفوقة،
3 معالق من الحليب، فلفل رومي مكعبات بقى الوان زي ما احنا عايزين، اخضر اصفر احمر اللي موجود، جزرة مبشورة، بصل ابيض مبشور، بصل اخضر ترانشات، كمان هحتاج معلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه من الملح، نص معلقه من البابريكا، ونص معلقه من الزعتر الجاف، شرايح الجبنه الشيدر، وزبده سايحه او سمنه سايحه. هنعمل ايه بقى؟ احنا محتاجين اول حاجه احنا نجيب البلانش بتاعتنا كده. سوري احنا بعد البوتيتو دي دلوقتي. بصوا هنعمل التوست ازاي. هنجيب بقى سكينه، سكينه صغيره كده عشان نعرف نعمل بيها التوست. هنعمل ايه؟ نمسك التوست بتاعنا الطري الجاهز اللي احنا بنجيبه، هنعمل فيه شباك، نفتح فيه كده ايه شباك كده كده. اطفال هيحبوا الوصفه دي قوي. ممكن على فكره نحط فيها اي حاجه احنا عايزينها. كده ايه، مش هنرمي دي، احنا محتاجينها. اهو تاني نفتح كده شباك في التوست. خلاص كده بصوا عملنا ايه، عملنا شبابيك المنظر ده. بصوا شايفين كده سهلة. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب بولة نعمل فيها ايه، هنحط كل المكونات بتاعتنا. هحط فيها البيض، الكمية بتاعتي تعمل اكتر من 4 توست. انا هعمل لكم دلوقتي 4 بس ممكن نعمل بيها لغاية 8 توست. هحط الفلفل الاخضر، هحط الجزر المبشور واللبن، البصل الاخضر، والبصل الابيض المبشور، ودلوقتي هضيف الملح، وهضيف الزعتر الجاف، هدي نكهه حلوه قوي، هضيف الفلفل الاسود والبابريكا. هقلب بقى كل المكونات بتاعتي دي مع بعض كده. الطاسه بتاعتي بقى لازم تبقى سخنه. تمام، دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنجيب المقلية كده تكون فوق كده تكون سخنه، نحط فيها زبده. يفضل في الوصفه دي ان احنا نحط زبده لان التوست لما بيتحمر في الزبده بيبقى حلو جدا. وبعدين هنجيب بقى شباك من الشبابيك دي، نحطه كده، ونجيب معلقة وناخد الخليط بتاعنا كده. اهو كده نكرر بقى العملية كلها بقى، نحط كل الشبابيك اهي اهو مش مشكلة، اللي بيطلع بره ده ملناش دعوة بيه خالص. وبعدين دلوقتي هنجيب الجبنة، شرايح الجبنة، ممكن مش لازم الشرايح الجبنة المغلفة دي، لو مش موجودة ممكن نستعمل الجبنة التشيدر العادية الموجودة عندنا في البيت. نحطها كده كده، وبعدين بقى هنعمل ايه، هنجيب الغطيان بتاعة الشبابيك دي نحطها كده. بالشكل ده. تعالوا بقى نقلبها الناحية التانية. كده اهي بصوا من هنا. كمان طعمها هيعجبكم جدا.
هنشيل الحاجات دي، سيبها ثواني عشان الجبنة تسيح. بقى التوست كده، بصوا من الناحية التانية هيبقى عامل كده بقى، والجبنة بتاعتي ساحت تحته اصلا فظيعة. التوست لما بيتحمر في الزبدة بيبقى رائع. التوست بتاعنا بقى جاهز، بصوا بصوا شكله عامل ازاي، بجد يفتح النفس جدا وريحته حلوه قوي وعشوه سريعه كده وجديده. تعالوا بقى دلوقتي اوريكم حاجه كمان جديده وطعمها حلو قوي. هنعمل بطاطس مقليه شيبس، بطاطس اللي احنا بنجيبها العاديه هنعملها شيبس وهنقليها، هنعمل لها صوص كده بالصويا صوص وبالخل هنحطه عليها، فظيع هيخلي طعمها مزز وفي سكر وفي كل حاجه مختلطه كده مع بعض مطلع لنا طعم فظيع. يلا اقول لكم مقادير الوصفه. انا هحتاج 2 فص من الثوم المهروس، هحتاج بطاطستين كبار متقطعين شيبسي بالمنظر ده، هحتاج معلقه صغيره من الشطه، معلقه صغيره من الفلفل الابيض، معلقه صغيره من الزنجبيل الباودر، معلقه صغيره من البابريكا، نص معلقه من الملح، معلقتين من الخل، وثلاث معالق من الصويا صوص. يلا بينا نبتدي مع بعض الوصفه. احنا هنعمل ايه؟ اول حاجة هنعملها ان احنا هنقطع البطاطس بتاعتنا وهنحط في طاسة زيت غزير وهنقلي البطاطس بتاعتنا، هتبقى بالمنظر ده شيبسي. بصوا ازاي بقى هنطلعها كده. واحنا بنقلي البطاطس بتاعتنا هنيجي في نص القلي كده، وهي قربت كده حسينا خلاص ان هي قربت تستوي، روح نطفين النار لغاية ما تهدى، وبعدين نولع عليها النار لغاية ما الزيت يسخن عليها تاني، هتمطر كل الزيت اللي هي شربته وهتقرمش معانا بالمنظر ده. او نسلقها سلقة كده صغيرة في شوية مية مع شوية كده فلفل اسود وملح، وبعد كده ننزلها في الزيت برضو هتقرمش معانا بالمنظر ده. هنعمل بقى دلوقتي الصوص بتاع البطاطس هيكون ازاي. هناخد الصويا في الطاسة وهناخد عليه الخل، كأننا كده جايبين شبتي من بره بنكهة حلوة. هناخد عليه فصين الثوم، انا عايزة الثوم منكه مش عايزاه يتحمر، فانا عايزة ايه يبقى زي ما هو ما حمرهوش. واضيف بقى البهارات بتاعتي، الفلفل الابيض، واضيف الملح، الشطه، ودي حسب الرغبه بس النهارده يوم الشطه، وكمان البابريكا، والزنجبيل البودر. هنقلب كل ده كده مع بعض، هيعمل لي ايه الصوص اللي انتوا شايفينه ده. اجيب بقى البطاطس بتاعتي وانزل بيها على الصوص، الشيبسي بتاعتي واديها تقليب. سهلة جدا وبجد طعمها عجبكم قوي. سؤال، اهي كده وكده البطاطس بتاعتي بقت جاهزة. نجيب طبق ونحط البطاطس بتاعتنا فيه. كده. الشيبسي بتاعنا بقى جاهز بالصوص بتاعه. حط له شويه بقدونس كده اديله شكل حلو، وكده خلاص الشيبسي بتاعنا بقى جاهز. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، يا رب الحلقه تكون عجبتكم. عملنا فيها حاجات كتير بس سهله وسريعه واطباق رئيسيه وكلنا بنحبها. عملنا فيها البرياني بالفراخ، ولا اسهل من كده، خطواته بسيطة جدا وطعمه مضمون لازم تجربوه. وعملنا كمان المظبي
الدجاج، مصفي الدجاج طلع برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وطعمه هيعجبكم قوي. كمان عملنا المبكبكه البدوي اللي باللحمه الشمبري، وعملنا التوست السريع ده مع الخضار ومع الجبنه علشان العشوه خفيفه كده او في الفطار، وكمان عملنا البطاطس الشيبسي اللي عملنا لها صويا صوص مع البهارات، تتبيله لذيذه كده هتبقى مخليه طعم الشيبسي حلو. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، واشوفكم الحلقه الجايه.